يا صباح الفل على حضراتكم مرة تانية في صباح اون. خلاص ايام قليلة وتبدأ المدارس عام دراسي جديد. كلنا اليومين اللي فاتوا دول الاسر المصرية والبيوت بتستعد وتتهيأ كده لدخول العام الدراسي الجديد، شراء المستلزمات الدراسية والكتب والكراريس والكشاكيل وغيره. كمان في استعدادات تانية مهمة جدا بتحصل كل سنة، استعدادات وزارة التربية والتعليم. النهاردة هنتكلم تحديدا عن مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، الاستعدادات في البنية الخاصة بالمدارس والفصول وتهيئة المساحات الخضراء داخل كل المدرسة والأنشطة وغيره. كلام كتير جدا هنتكلمه في الفقرة دي مع ضيفتنا الكريمة اللي منورانا الأستاذة فريدة مجاهد، وهي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. صباح الخيرات. صباح الخير. صباح عام دراسي جديد ان شاء الله باذن الله. هو مجهود كبير بيتم كل سنه، ولكن ايه الجديد السنه دي اللي هيتم؟ هو طبعا في جهد بيبذل كل سنه معتاد، وهي اعمال الصيانه والنظافه زي بالظبط في البيت لما بنجهز البيت لاستقبال العيد. صحيح. احنا برضو بنجهز المدارس لاستقبال العام الدراسي. الجديد السنه دي بقى ان احنا عندنا مدارس جديده بتفتتح، عندنا نوعيات جديده من اللي مش عايزه اقول من التعليم لكن من نظم الدراسه موجوده هذا العام بنستعد ليها. عندنا افكار جديده موجوده نحو تفعيل ازاي افعل منظومه القيم داخل المدارس، وبادئين بقيمة النظافة وازاي اخلي الطالب يشارك معايا في استعدادات العام الدراسي ويهيئ الفصل بتاعه ويشارك معايا في التهيئة للعام الدراسي. الحقيقة احنا عندنا شوية اجراءات كتيرة. كمان الجديد السنة دي ان احنا تقريبا استقبلنا كل الاطفال فوق سن 5 سنوات في رياض الاطفال اللي هو اللغات، تعليم اللغات. دي برضو كانت بعد جهد كبير جدا بذل من قبل مديرية التربية والتعليم ان احنا ازاي نوفر اماكن لهذه لهؤلاء الاطفال. واسمحوا لي بقى يعني عند النقطه دي عايزه يعني اقف شويه. حضرتك لما يكون عندي الاماكن المتاحه بتغطي 15,000 طفل فقط وفق المعدلات والكثافه الطبيعيه، وبعدين افاجئ بان عدد الاعمار السن او السن المتاح المفروض اقبله السنه دي 41,000، ويتم تنسيق هؤلاء الاطفال وفق السن على المدارس وولي الامر مش راضي، ماذا تفعل؟ 45,000 واحنا انا عندي 41,000 طفل عايزه استقبلهم هذا العام. والمتاح 15,000 مكان. احنا اجتهدنا ان احنا نوفر الاماكن لل 41 الا ان اولياء الامور يعني كل واحد عايز مدرسه جنب بيته وعايز المكان اللي جه جنب البيت. المفروض يكون هناك تعاون ويكون هناك ثقه بان المديريه او وزاره التربيه والتعليم عموما لا تدخر جهد الا ان في انها تريح ولي الامر. طب نقنع ولي الامر ازاي ان هو يعني حضرتك يعني امبارح كان في حركه غير عاديه نتيجه ظهور المرحله الثانيه ان اولياء الامور غير راضيين عن التنسيق. طب انا اعمل ايه وانا ما عنديش اماكن؟ هل اقبل بالاماكن المتاحه فقط واقول له خلاص انا ما عنديش ليك مكان واضيع عليه فرصه اختيار نوع التعليم ده؟ ولا انه لازم يكون متجاوب معايا ويفهم الواقع ونكون احنا الاثنين متواصلين وبيننا وبين بعض لغه مفهومه. انا حريص على ان ابنك يلتحق بكيجي 1 لغات السنه دي، فانت لازم تتعب شويه معايا لغايه ما خطه بناء المدارس تكتمل ويبقى عندي مدارس، وابنك مش هيتعب اكتر من سنه او اثنين ويلاقي المكان وحتى المناسب. حتى التعب شكله كمان يا استاذه فريده يعني المدرسه مش هتبقى بعيده قوي يعني مش هو بعيده يا فندم يعني هي فصول ملحقه او قاعات ملحقه على مدارس في فيها فراغات اللي هو في نفس الإدارة التعليمية اللي فيها الطفل. يعني احنا كنا حريصين كمان ان احنا نحاول نشوف المدارس اللي كثافتها قليلة قوي ونعمل تعليم جوه نفس المدرسة بالتوازي مع التعليم العربي، وافتح فصول للفيوتشر والإقبال عليها كتير لان عدد المدارس اللي بتقبل فيوتشر هو نوع مميز من التعليم التجريبي او التعليم اللغات. يعني عندنا حوالي 24، احنا كنا زودنا 10 كمان السنة دي عشان نشتغل. الاستيعاب قد ايه يا فندم؟ يعني الفصل وده سؤال دايما بنساله، يعني قد ايه الفصل الطاقه الاستيعابيه الخاصه ليه؟ خصوصا ان حضرتك بتقولي انه في عندي واحد 41,000 عايز يتقدم لازم وانا عندي 15,000 والمكان 15,000 بيوصل العدد قد ايه؟ الكثافة الفصل يعني حضرتك؟ والله احنا لغايه حاليا بنسكن من 45 ل 50 برضه ده كبير ما عنديش اماكن.
كتير. يعني احنا بنقول لاولياء الامور ارتاحوا شويه، هي سنه او اتنين، سنه او اتنين لحد ما يبتدي. في مدارس دلوقتي موجوده في الخطه، موجوده السنه دي، وفي مدارس داخله خطه السنه الجايه ان شاء الله. يعني احنا عملنا قائمه احتياجاتنا المستقبليه لمدارس اللغات، وان شاء الله خلال سنتين تكون المدارس موجوده. فاحنا صحيح. احنا بنتعب وهم بيتعبوا معانا، بس بنقول يعني ايه، نتعاون خلال الفتره اللي زي ما بنقول احنا بنمر زي بازمه صغيره، وان شاء الله تحل قريب. يعني مفيش فيها مشاكل. طب بالنسبه لدخول المدرسه المصريه اليابانيه، عايزين نتكلم عنها. هي فكره انا كنت متخيله انه احنا هنتعلم ياباني، ولكن طلع انه الموضوع مختلف تماما، الموضوع مش ياباني خالص. مش نظام، بص حضرتك، مش مناهج ياباني. صحيح. تاكوشو او ايه ليها اسم؟ توكاتسو. توكاتسو. اسمها الانشطه التوكاتسو. هي عباره عن ايه حضرتك؟ احنا عندنا نفس المنهج المصري في مدارس رسميه للغات، هو ده برضو اللي احنا يعني، هي مدارس لغات عاديه خالص، ولكن نظام اليوم الدراسي مختلف، نوعيه الانشطه اللي موجوده مختلفه، والهدف من الانشطه دي حاجات مهمه قوي. الهدف من الانشطه ان انا ببني الشخصيه من اول وجديد، بعيد بناء الشخصيه وفق منظومه معينه من القيم، من المبادئ، من السلوكيات. يعني مثلا ادي لحضرتك مثال، الطالب عايز يعتمد على نفسه، الاعتماد على الذات مهم جدا. طب انت هتعتمد على الذات ازاي؟ هتعرف ان الورق، الطفل ده لما يرمي ورقه عارف ان محدش هيشيلها له، يبقى انت ما ترميش الورقه لان مفيش حد هينظف لك، انت اللي هتنظف. تمام. محدش هيهتم بيك، انت اللي هتهتم بنفسك. تمام. فكره المسؤوليه. بالظبط. لازم ابني شخصيه تعتمد على نفسها، عندها اداب وسلوكيات تعامل مع الاخر، احترام الاخر، احترام الراي الاخر، زي اتعامل في فريق عمل مع بعضه. ده زائد ان انا بعتبر ان هذه الانشطه ايضا هي مداخل لتدريس المواد الاساسيه، وهي دي مهارات القرن. التجربه اليابانيه شهيره جدا، وفي القصه دي تحديدا القيم والاخلاق وازاي التعامل حتى وتوقير الكبير واحترام الكبير. بص حضرتك، يعني احنا بنقول ان اليابانيين، واحنا بندرس الجودة، نقول ان الام اليابانية بترضع ابنائها الجودة منذ ولادتهم. جميل. فيطلع الطفل من بداية حياته عارف يعني ايه يؤدي العمل كما يجب ان يكون، وان دوره مهم جدا، يحترم وقته، ازاي ينجز العمل بكفاءة، ازاي يبقى لديه المهارة، ازاي يبقى عضو فاعل ما يبقاش هو. هيكون فين بس يا استاذ فريدة؟ ممكن حد يكون بيتفرج علينا دلوقتي وعايز يعرف اماكن تواجد المدارس دي فين؟ هتتفتح خلاص العام ده، وعددها قد ايه؟ وموجوده فين؟ عايزين نفهم. حاضر. هي طبعا على مستوى الجمهوريه كلها السنه دي بيتم افتتاح مدرسه، 28 مدرسه على مستوى الجمهوريه كلها. ال 28 مدرسه دول مبنيه بنموذج بناء المدارس اليابانيه، مساحه الفصل حوالي 64 متر مربع، يعني 8 في 8 دي مساحه الفصل. المدرسه مزوده بكافيتيريا، مزوده بمطعم ومطبخ وصالات العاب، ويعني كافه الاماكن اللي هيحتاجها الطفل. السنه دي احنا عندنا نصيبنا من المدارس دي ثلاثه، واحده في القاهره الجديده واثنين في الشروق. احنا المفروض 15/9 هنستلم المدارس دي على حد قول قائمين على الانشاء، وهيتم الفرش فورا لان الفرش موجود وجاهز، التاسيس كله جاهز السنه دي. واحنا تقريبا احنا عملنا مقابلات خلاص واخترنا معلمين المدارس. ليها شروط طبعا للالتحاق سواء المعلم او الطلبه كمان. بالنسبه للمعلمين كان ليهم شروط اعلنت في مسابقه، عملنا مقابلات في المديريه عندنا، وكل مديريه عملت المقابلات الخاصه بيها. حصرنا عدد المعلمين اللي تنطبق عليهم الشروط، وعملنا بقى الانترفيوت عشان السمات الشخصيه. وخدنا فعلا رشحنا المعلمين. امبارح كان في اختيار مديرين المدارس اللي هيتولوا قياده المدارس. تقريبا احنا جاهزين، مجرد استلام المدرسه لسه، بس طلبات الالتحاق لسه ما بداتش. طب سؤال يعني لسه ما تمش الالتحاق، طلبات الالتحاق بالمدارس. سؤال يطرح نفسه من الاسئله الصعبه، يعني اسعارها ايه المدارس دي؟ من 2000 ل 4 من 2000 ل 2000 ل 4000 يعني متاحه، وممكن يكون ولي الامر يدفعها قسط برضو، ولا هيكون لازم يكون والله نظام الدفع نتكلم فيه بعد كده. يعني لكن هي المبلغ لكن مش هو كبير. ده الرقم. ليه بقى؟ لان المدرسه مش معظم المدارس موجوده في وسط الكتل السكنيه، موجوده في اماكن ممكن تكون بعيده، ممكن تكون متطرفه. طب احنا نعمل ايه؟ لازم يكون هناك اكيد وسيله مواصلات، فاعتقد ان ال 4000 دول هيبقى منهم، أو إضافة بسيطة عشان يبقى بالطبع. عندنا وسيلة مواصلات للطلاب. أنوه بقى عن التقديم أو مين اللي هيدخل المدرسة. صحيح. يعني هو كي جي 1
من اربع سنوات لخمس سنوات، مش هناخد اكتر من خمس سنوات. والتقديم هيبقى الكتروني على موقع الوزاره. طيب السنوات التانية انا ممكن اخد لغايه اولى ابتدائي من المدارس العربي، يعني من سن اربع خمس سنين وست سنوات كي جي 2 وابتدائي عربي او لغات، مش هتفرق. وبعدين تانية وتالتة ابتدائي بقى لازم يكونوا من المدارس الرسمية للغات لان الدراسة لغات، فتانية وتالتة ابتدائي هيكونوا من مدارس اللغات ان شاء الله. خلال الايام القليلة دي اللي جاية هيتفتح باب التقديم على موقع الوزارة، وهيكون الاسبقية للاكبر سنا والاسرع في التقديم. احنا هنكمل موضوعنا الشيق ده، موضوع المدارس والمدرسة اليابانية. بس انا عايز اقول حاجة في المدرسة اليابانية كمان. حاضر، بس بعد الفاصل. نفسي زمان كده الزمن يرجع واتعلم. هي مدرسة مصرية وليست يابانية. طيب مصرية. احنا هنكمل موضوعنا ولكن بعد الفاصل مع أستاذة فريدة مجاهد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه ومعانا في استوديو صباح اون استاذه فريده مجاهد وكيل اول وزاره التربيه والتعليم بالقاهره، والاستعدادات والتحضيرات الاسئله اللي بنسالها كل سنه. لكن في سؤال مهم جدا، فكره حضرتك بدات الحوار بالصيانه وتجديد الاساس وكاني بستقبل العيد في بيتي. السؤال هنا عن الميزانيه، هل الميزانيه السنه دي مختلفه عن قبل كده فيما يتعلق بالصيانه وتهيئه الاثاث الخاص بالفصول والانشطه والملاعب والحاجات اللي طبعا هي كل سنه بتتحدد الميزانيه وفق الاحتياجات اللي بتحددها كل مديريه التربيه والتعليم. عندنا نوعين من الميزانيه اللي بيتم الصرف منهم على الصيانه. عندي ميزانيه اللامركزيه، ودي بنقول عليها الصيانه البسيطه، ودي عباره عن مبلغ بيحدد بنسبه عدد الطلاب في كل مدرسه. الميزانيه دي بتاخدها المدرسه وفق خطه هي حطتها لتحديد احتياجات المدرسة من الصيانة البسيطة وترتبها أولويات، وبعدين تبدأ تشتغل عليها. هي بتاخدها والمدرسة دلوقتي تقريبا شبه انتهت نهائيا من الصيانة البسيطة. طب الصيانة البسيطة هي ايه؟ عشان برضو نبقى عارفين. الصيانة البسيطة لو عندي إزاز مكسور، لو عندي الدهانات الأسوار، والحتة دي احنا انا بركز عليها قوي لأن خلال فترة الصيف بتستغل الأسوار في ملصقات، بتستغل في عبارات مسيئة موجودة، بتستغل في الإعلانات والدعايات والكلام ده. فاحنا مع بداية العام الدراسي احنا بنديها طلاء جديد خالص. وبعدين قلنا السنة دي يعني وكان معانا معالي الوزير المحافظ عايزين نحط عبارات تنمي القيم وتنمي الأخلاقيات، عبارات محفزة موجودة على أسوار المدارس، ودي جزء مهم جدا من أعمال الصيانة. الاهتمام طبعا بنظافة التواليتات ومية الصرف، وأهم حاجة في ده كله بقى عوامل الأمن والسلام. لازم ما يبقاش عندي سلمة مكسورة في المدرسة، ما يبقاش عندي حاجة في الفناء، في بلاعة، في أي حاجة ممكن تسبب أي مشكلة. طبعا الإزاز، احنا على فكرة احنا بقالنا أكتر من سنة من سنتين دلوقتي بنستبدل زجاج المدارس بالفايبر جلاس علشان عمليات التكسير. صحيح، عارفين الكورة في الشارع والتكسير اللي بيجي ممكن يعور يعمل مشكلة. صحيح. فطبعا احنا بنصين الديسكات، يعني في ديسكات ناقصة جزء بتتم ليها عملية الصيانة في الحدود وبالصورة اللي تليق باستخدام الطالب، غير كده أنا بعتبرها مخلفات ورواكد وبنتم التخلص منها. فإحنا بنعمل صيانة بسيطة. طفايات الحريق في المدارس، الأمن سلامة الأمن والسلامة. شوف حضرتك، الأمن والسلامة يبدأ من باب المدرسة لغاية سطح المدرسة، لغاية خزان المية اللي موجود فوق. وحضرتك بقى داخل من المدرسة كده، وأنا داخل المدرسة بشوف كده، الأول أنا داخل من باب المدرسة يلفت نظري العالم، لازم يكون العالم موجود وجديد ومحطوط.
ادخل من باب المدرسه، ادخل بقى على اشوف البوابه امنه ولا لا. صحيح. السور امن ولا لا، فناء المدرسه في بلعات، في قطع، في حجر موجود، في زلط ممكن الطالب يستخدمه اثناء الشجار مع زميله ولا لا. لازم يكون هو ممهد، ما فيش فيه اي نوع من انواع يعني الكتل اللي تعرف حضرتك بيبقى فيه كتل خرسانيه. طيب. بيبقى فيه زلط، بيبقى فيه حاجات زي كده. ده في العوامل اللي هي مش بشريه، ولكن انا عايزه اتكلم بقى على العوامل البشريه. العوامل البشريه احنا عندنا في كل مدرسه فريق مدرب في الحمايه المدنيه، يعني ازاي يستخدم طفايات الحريق، وبيقابله فريق من الطلاب ازاي استخدم وانا اعرف يعني ايه نوع الحريق ده، مصدره ايه، اذا كان هيطفي بالميه ولا هيطفي بالاجهزه الاطفاء اللي موجوده، وازاي استعمل الطفايه، وامتى استخدم خراطيم الميه، ومكانها فين. صحيح. زائد وجود خطه للطوارئ موجوده في كل مدرسه. خطه الطوارئ دي بتبقى حضرتك زي هي، احنا بنعمل زي تمثيليه كما لو كان هيحصل مشكله، محاكاه بالظبط كده، هي عمليه سيميوليشن بيقوم بيها الطلاب في اوقات معينه، والمدرسه بتصورها، بيبقى في الوقت ده في علامات إرشادية موجودة على الجدران. طبعا ده اللي احنا علمناه، ممكن تدخل مدرسة تلاقيها مقصرة أو ممكن تلاقي مدرسة منفذة، فإحنا بنجتهد وبنقول لازم تكون العلامات الإرشادية دي موجودة. الطالب وقت الأزمة موجود في مدارسنا. يا أستاذ فريد أنا حاسس إن الصورة كده، هل ده موجود في مدارسنا فعلا؟ بص أنا قلت عشان السؤال اللي حضرتك الصورة يعني أنا حاسس إن يعني إحنا عايز أقول لحضرتك إحنا عاملين حملات مكثفة دلوقتي، لو رحت مديرية التربية والتعليم مش هتلاقي حد من السادة اللي بينزلوا الميدان موجود في مكتبه. دلوقتي مقسمين القاهرة أربع قطاعات، أربع مناطق، كل منطقة ليها مدير عام مسؤول مع الفريق بتاعه، مسؤول عن مراجعة هذه المدارس، يشوف الكتب وصلت ولا لا، يشوف عوامل الأمن والسلامة كاملة ولا لا، الصيانة تمت وإيه اللي ناقص، وإذا كان هناك سلبية بتحل في وقتها، وإذا كانت هناك مشكلة صعبة جدا بسرعة بيتصل بيا أو بيتصل بغرفة العمليات يقول إيه اللي موجود. إحنا طبعا بنأمل إن كل التوجيهات تنفذ، لكن أنا ما بقولش كلها بتنفذ، أنا يعني إحنا واقعيين، أنا ممكن أروح أنا إمبارح معدية على أحد المدارس وأنا في طريقي لحي الأسمرات، وقفت عند باب المدرسة واستدعيت مديرة المدرسة، تعالي لي على المكتب حالا لأني ما لقيتهاش في المدرسة، حصلتني على المبنى على حي الأسمرات خير، قلت لها السور بتاعك عليه كذا، عندك إزاز موجود في الحتة الفلانية، شكل العام للمدرسة، اغسلي مدرستك، نظفيها، التراب والعنكبوت معشش على الجدران بتاع المدرسة، أنت ليه يا تدهني يا تغسلي. صحيح. تمام؟ بالليل الساعة 12 كان عندي على الواتس ده صور المدرسة، وبكره هصور المدرسة. معنى كده ان احنا يعني احنا برضو محتاجين المتابعة، ربما لان المديرة كانت جديدة فده كان يعني لسه في مرحلة لاحقة، لكن ده مش مبرر برضو، لكن بقول احنا عايزين متابعة مستمرة والمتابعة شغالة عشان نقف على كل نقاط الضعف والسلبيات اللي موجودة نلحق نعالجها. واتمنى احنا لو وصلنا لنسبة، انا بقولش 100%، لكن ان شاء الله هنحقق نسبة كبيرة من السنة دي في صيانة المدارس واستعدادنا للعام الدراسي. طيب بالنسبة للطالب يعني انا هتكلم على جزء يعني لسه كنا بنتكلم قبل الهوا على فكره، يعني احنا بنتعامل معهم على ان هم او هم اللي بيتعاملوا على ان هم رايحين معتقل، مش عارف مش رايحين مدرسه. الطالب ازاي يبتدي يبقى سعيد كده في البيت العام الدراسي؟ ازاي ننصح المدرسه؟ جميل قوي قوي، انا بجد السؤال ده عاجبني قوي، بس انا يعني هل انا كتربيه وتعليم لوحدي مسؤول ولا البيت ايضا مسؤول؟ طبعا. والاسره كمان مسؤوله، ونوع التربيه والمجتمع والاعلام كلنا متضامنين. احنا عايزين نرجع الطالب للمدرسه بحب. صحيح. احنا عندنا قصور وعندنا سلبيات، لا ما بنقولش لا. تمام. والبيت فيه قصور، والشارع فيه قصور، والاعلام فيه قصور، احنا عايزين نبقى كلنا كده مع بعض كده بنتعامل على اننا كلنا هدفنا احنا عايزين الطالب يحب المدرسة. طب الطالب يحب المدرسة ازاي؟ هو الاول نبت الطالب في الاسرة في البيت. عايزة اخلي ولي الامر اولا هو نفسه يبقى عنده ثقة بينه، يبني جسور كده بيننا وبينه، يتواصل. عارف حضرتك المدرسة اليابانية من شروطها ايه؟ لو لا الامور دي المجالس اللي هي المجالس الاباء لا لا انا بتكلم عن ولي الامر الاب والام والاسرة. انا بتكلم على دول، بس انا هقول لحضرتك حاجة في المدارس اليابانية. شرط اساسي واقرار هيمضي عليه ولي الامر انه لازم خلال العام يتواجد 20 ساعة في المدرسة. شفت بقى ازاي؟ متابع. اذا انا محتاجة ولي الامر، محتاجة ولي الامر يجي يعيش معايا يوم دراسي، مش محتاج مش محتاجاه يحكم من بره، انا عايزاك تيجي المدرسه 20 ساعه متواصله شارك. لا مش متواصله، على مدار العام. يعني ما ينامش بقى في اليوم ده. لا هي على مدار العام. على مدار العام. انا عايزاه يجي يقعد يقضي يوم مع ابنه في المدرسه. صحيح. تعال شوف المدرسه فيها ايه وسلبياتها ايه، وشارك في وضع مقترحاتك. صحيح. اقعد مع ابنك في الفصل، شوف لو انت مكانه ايه مشاكلك وقول لنا عليها، يمكن ابنك ما يقدرش يعبر. في البيت حبب ابنك في المدرسه، خليه يحترم معلمه.
طبعا. يعني قيم. انا بشوف الاب جاي يدافع عن ابنه في قلب المدرسه ويغلط في المعلم ويغلط في ولي في المدرسه قدام ابنه. طب لو انت في مشكله حلها بيني وبين ده حتى النموذج ازاي بقى قدوه فانا محتاجه البيت معايا وانا بقول له تعالى معايا المدرسه واقعد واديني رايك بصراحه بلاش تهاجمني من غير ما تدخل يعني نجاح جوه المدرسة. الطالب وتفوق الطالب مش بيبدا من المدرسه بيبدا من البيت من الاسره من الاسره رقم من الاسره اشكرك شكرا جزيلا معانا اسئله كتير لكن للاسف وقتنا بس انتهى واشكر روحك الحلوه والمتحمسه كده ان شاء الله يبقى عام دراسه كله تفوق ونجاح يا رب ان شاء الله عم سعيد علينا وعلى مصر كل كلها ان شاء الله اولادنا الاستاذه فريده مجاهد وكيل اول وزاره التربيه والتعليم بالقاهره واستعدادات ان شاء الله موفقه لعام دراسي موفق شكرا نشكرك جدا هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع على حضراتكم مكملين حلقتنا من صباح كنت عايزاكي تعلقي على حي الاسمرات طرح الريس اشتغلنا